انطلاقه هذا الشوط على بركه الله فتحت البوابات واندفعت جياد الاربع سنوات بمختلف درجاتها متنافسه في هذا الشوط على مسافة 1200 متر مسافة السرعة في الميدان السعودي وجازت نادي الفروسية التقديرية شرحبيلة تبدأ الانطلاق من المسار الخارجي ومذود من المسار الداخلي وأيضا أشاهد على هواي في المركز الثالث الآن يتابع المشهد وجلباب رابعا وإلى جانبه غابط في المركز الخامس بينما التقدم مع مذود صاحب الانتصارات الخمسة في سجله السباقي يقود هذا الشوط وإلى جواره شرحبيلة ومن المسار الخارجي أشاهد أيضا على هواي وفي هذه الأثناء أيضا مع بداية الخط المستقيم لا زال مذود يقود الشوط بكل عناية يتقدم في المركز الأول شرحبيلة من المسار الخارجي وجلباب قادم أيضا في هذه المنافسة شرحبيلة أيضا من المسار الخارجي تتقدم في الأمتار الأخيرة شرحبيلة مذود شرحبيلة على خط النهاية وجازت نادي الفروسية التقديرية تذهب لمنيف.